أبشر إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، خاصة جمهور الندى الحبيب، بقدوم عيد الفطر المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. احرصوا في هذا العيد الطيب المبارك على التآلف وعلى التواد وعلى الترابط وعلى زيارة الأرحام وعلى الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج. تقبل الله طاعتكم ورضي الله عنكم وأرضاكم، وكل عام أنتم بخير.